المنخفض الجوي المحمل بالأمطار والثلوج الذي تستعد دول عدة في الشرق الأوسط لمواجهته يواصل اجتياحه المناطق اللبنانية في إطار عاصفة شتوية سماها الأردنيون والفلسطينيون هدى، فيما منحها اللبنانيون اسم زينة. وإذا كانت هذه العاصفة طبيعية في مثل هذا الوقت من فصل الشتاء فإنها وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية لا تنذر بالخطر، على الرغم من تحويلها الطرق في بيروت والمناطق إلى سيول جارفة عجزت مصارف المياه والأقنية عن تصريفها. سرعة العاصفة التي قد تصل إلى 90 كيلومترا بالساعة أضرت بالمساحات المزروعة والسهول لا سيما في البقاعين الغربي والأوسط، مخلفة أضرارا جسيمة بالبيوت البلاستيكية والأشجار المثمرة لا سيما الحمضيات منها، هذا عدا اجتياحها للمنازل في المناطق الساحلية ومنها منطقة جناح بيروت وتحديدا شاطئي سان سيمون وسان ميشيل. حيث تسبب المد البحري وارتفاع الأمواج بخسارة الصيادين لمراكبهم التي ابتلعها البحر أو تحطمت بفعل قوة الرياح التي اقتلعت أيضاً أسقف منازلهم. وفيما ناشد المتضررون الدولة الرأفة بحالهم تمكن صيادو سان سيمون في منطقة الجناح من إنقاذ الصياد ربيع القادري من الغرق بعدما فقد لساعة ونصف الساعة، وكان القادري قد تمسك بقاربه وتم سحبه من البحر ولكنه أصيب بردود في جسمه. نحن عم نطلب الدولة إنه ما عادش بدنا رئيس جمهورية وما عادش يتحاوروا، لأنه نحن اللي عم ناكلها. هذا البحر كل سنة بيطلع علينا بكسرنا شغاتيرنا، لا في إغاثة ولا في حدا. نحن بنطالب الإغاثة هلا تجي وتشوف شو راح لنا شخاتير وشو راح لنا فلايق بالماي. نحن هذا المنطقة صرنا ساكنين شي 20 سنة، وهالبحر كل سنة بيطلع والدولة بتوعدنا بسد على البحر مشان ما يطلع على البيوت، مثل ما شايف حضرتك صورت، وهذا المشهد دليل على ذلك، من مأساة الناس اللي عم بتعيشها كل سنة هون، ما عم يشوف الدولة انه عم تعملنا شيء. ووسط تلويح المتضررين بتصعيد تحركهم وقطع الطرق توقعت مصلحة الأرصاد الجوية انحسار العاصفة ابتداء من يوم الأحد وتساقط الثلوج على ارتفاع 500 متر وما فوق.